إدمان المخدرات والكحول من الآفات الاجتماعية المدمرة التي ينبغي مكافحتها. فقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً خطيراً في هذا الصدد، وظهرت كثير من الأنواع الجديدة والأكثر خطورة، وهو ما أعلنه صندوق مكافحة الإدمان عن أن نسب الإدمان في مصر بلغت 7% لتتخطى المعدلات العالمية. ويعد من أخطر المواد المخدرة التي انتشرت مؤخراً مخدر الفودو والستروكس والزومبي والآيس والكثير من السموم التي أودت بحياة ومستقبل الكثيرين. وفي ظل هذا التطور الخطير والسريع لتجارة المخدرات، وهي جريمة منظمة عابرة للحدود، تكثف الدولة عبر أجهزتها الأمنية والصحية من جهودها للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة أو الحد منها قدر الإمكان. فعلى الصعيد الأمني تعمل إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية على ملاحقة تجار هذه السموم في مختلف المحافظات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للدولة لضبط الشحنات المخدرة قبل دخولها البلاد. وبالطبع لا يتوقف الأمر عند الجهود الأمنية، فمواجهة مثل هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة، ويبرز هنا دور وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان في توعية الشباب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، كما تلعب وزارة الصحة دورها في علاج الإدمان. جهود حثيثة تقوم بها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، والتي أعلنت عن خطة مواجهة انتشار تعاطي المخدرات خاصة الفودو والستروكس بين طلاب المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تتضمن الخطة تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية بمخاطر تعاطي المخدرات، إلى جانب توفير العلاج في سرية تامة من خلال 18 مركزاً للعلاج بالمكان. الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالوزارة، أكدت أن نسبة إدمان المخدرات بصفة عامة في مصر تقدر بنسبة 3.9%، وأن نسبة إدمان القنب وصلت إلى نحو 2.9%، فيما وصلت نسبة تعاطيه إلى نحو 4.1% حسب البحث القومي للإدمان الأخير، موضحا أن نسبة إدمان الإناث إلى الذكور تعادل نحو 1:7، مشيرة إلى إعداد حملات للكشف وتقديم العلاج في سرية بالمدارس والجامعات، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد. ودائماً ما نجد في كل أزمة مجموعة من المرتزقة الذين يسعون إلى استغلال الأزمات لتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وفي عالم المخدرات تتشكل هذه المجموعة من مجموعة من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والتي انتشرت أيضاً بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، والتي لا تقل خطورة عن الإدمان، فقد تسببت تلك المراكز في مقتل عدد من الشباب المدمن المقبل على العلاج لاتباعها طرق غير علمية وغير صحيحة في علاجهم، تصل إلى حد التعذيب والضرب المميت. فهل تنجح جهود الدولة في القضاء على الإدمان ووضع حد للمخالفات التي تشهدها بعض المراكز العلاجية الغير مرخصة؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.